ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لتاني فقرات حلقتنا. زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا ومنورنا الناقد الادبي والكاتب دكتور شوكت المصري، المدير التنفيذي السابق لمعرض القاهره الدولي للكتاب، واللي هنتكلم معاه عن النسخه ال 54 وهنعرف منه اهم الكتب الموجوده وايه الحاجات اللي ممكن نروح نعملها في المعرض، وكمان هيكلمنا عن دور الانديه الرياضيه في رفع الوعي الثقافي في المجتمع وحاجات تانية كتير. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، كل سنه طيبين وكل الاهلاويه بخير، ومبروك الفوز في الماتش الاخير. اهلاوي طبعا يا دكتور يعني. طبعا اهلاوي ابا عن جد. يا جدع. طبعا الانسان ما كانش اهلاوي بايه؟ صح صح. كل سنه طيبين. وحضرتك طيب، خلينا الاول نتكلم عن النسخه ال 54 من معرض الكتاب. هو مبدئيا طبعا لازم نعرف ان معرض الكتاب انشئ اصلا في فتره، لو الناس يعني خاصمت ال 54 ال 54 دوره، لان انشئ بعد حرب 67 او بعد نكسه 67. كانت فكرة الدكتور ثروت عكاشة ان هو ان مصر تنتصر بالثقافة اولا، وان احنا نقدر نعدي من هذه النكسة او العابرة، فانشأ معرض القاهرة الدولي للكتاب، ثم مهرجان القاهرة السينمائي، ثم غيره من الفعاليات. يبقى يرجع الفضل الاول طبعا للدكتور ثروت عكاشة رحمة الله عليه، وللدكتورة سهير القلماوي في انشاء هذا المعرض كأول معرض عربي للكتاب. وفضل معرض الكتاب بيمر بثلاث مراحل. احنا عارفين مرحله اللي كانت في دار الاوبرا المصريه او ارض الاوبرا الموجوده حاليا، اللي كانت ارض المعارض زمان بالضبط. ثم ارض المعارض في مدينه نصر، ثم مع اليوبيل الذهبي و50 سنه على المعرض انتقل لمركز مصر للمعارض الدوليه على محور المشير. اللي كل انتقالها معرض الكتاب كانت انتقاله على اكثر من مستوى. على مستوى الانشطه، بدا المعرض انشطته القويه جدا في مدينه نصر، ثم انتقل الى المعرض في مركز مصر للمعارض علشان يستوعب اكثر من 1100 ناشر مصري وعربي بيشاركوا في المعرض. اي زائر لمعرض القاهره الدولي للكتاب عليه ان هو يبقى عنده شويه معلومات بسيطه عن المعرض. يمكن في الفتره اللي فاتت من بعد من اول اليوبيل انشات وزاره الثقافه المصريه، انا ذاك كانت معالي الوزيره الدكتوره ايناس عبد الدايم، وكان الدكتور ياسر الحاج عبد الرئيس الهيئه، انشاوا منصه معرض القاهره الدولي للكتاب او المنصه الرقميه للمعرض. ودي نصيحه لكل المشاهدين من المصريين والعرب وغيره، ان حضرتك قبل ما تتحرك لمعرض الكتاب يخش على المنصه دي عشان يعرف كل اكتب على 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 سيرش على جوجل على اي متصفح منصه معرض القاهره الدولي للكتاب. اول نتيجه هتجي لك تلاقي دليل الزوار، خطوط الاتوبيسات اللي ممكن تتحرك بيها. هتخش الشمال كده فوق هتلاقي ثلاث شرط، هتدوس عليهم هتلاقي موجود دور النشر المشاركه. عايزين بقى نتكلم، يعني طبعا ده اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا جدا جدا، انه الزائر قبل ما يروح يعرف كل حاجه من المنصه دي، وكويس ان حضرتك ذكرت ده. نروح لاختيار شخصيه المعرض. عايزك تقول لي ازاي بيتم اختيار شخصيه المعرض كل سنه، وعن صلاح جاهين السنه دي واختياره. ما هو من ضمن التطور اللي حصل ان معرض القاهره الدولي للكتاب عمل حاجتين جداد. عمل دوله ضيف الشرف، اللي هي الدوله طبعا بقى لنا اكتر من 20 سنه بنستضيف دوله ضيف الشرف، اللي هي السنه دي المملكه الاردنيه الهاشمية، وشخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي طبعا كان طه حسين فترة، كان نجيب محفوظ، كان وغيره. اللجنة العليا للمعرض لما بتجتمع وبتقرر انها تشوف فين الشخصية اللي هي بتحقق الرؤية الثقافية المصرية في هذا العام، او الوجهة اللي احنا رايحين لها، كان الاختيار اللي عندنا هو صلاح جاهين، واترشح ثلاث شخصيات على اساس نكون عايزين نتكلم على الهوية المصرية والتأكيد على الهوية المصرية. صلاح جاهين، مش هقول مين كان مترشح غير صلاح جاهين، كان مترشح شعراء عامية وكتاب وفلاسفة وغيره. أنا شخصيا رشحت اتنين منهم، صلاح جاهين وحد تاني عبد الرحمن بدوي مثلا كان أستاذ الفلسفة. فتم اختيار صلاح جاهين على أساس أنه هو بيحقق صيغة الشخصية المصرية في أكتر من جانب. أولا أنه هو مبدع متنوع جدا، كتب أفلام، مثل، رسم كاريكاتير، كاتب شعر، كاتب أغاني، شعر عامية، كاتب أغاني. صلاح جاهين كمان كان مهموم بالقضية المصرية، يمكن احنا خدنا العبارة بتاعته اللي هي على اسم مصر، بقت السلوجان بتاع المعرض، معرض القاهرة الدولي للكتاب على اسم مصر، اللي هو كاتب فيه على اسم مصر التاريخي، يقدر يقول ما شاء وانا مصر عندي احب اجمل الاشياء. فهو شاعر مصري حتى النخاع، بيسموه كده عصير الشخصية المصرية. هو صلاح جاهين ده عصير الشخصية المصرية، الدم الخفيف،
الشخص الاكتف في كل مجال، اللي بيعرف في كل حاجه مبدئيا، المكتئب احيانا والحزين طبعاً، وكان عنده فترات حزنه الطويله بخصوص صلاح جاهين، لكنه صراحه كان حزنه منتج. فاختيار الشخصيه بيبقى ليه؟ عشان ننور على هذه الشخصيه، نعيد للاجيال الجديده الموجوده ولادنا وبناتنا التعريف بهذا الشخص. طبعا هيئه الكتاب قامت بطبع اعمال صلاح جاهين الشعريه مره اخرى، ومطروحه بسعر لازم نقول ان هو سعر رمزي مهما بلغ الامر، ان هو سعر تكلفه الكتاب بعيدا عن الايه، يعني ما فيش ارباح كتب وزاره الثقافه، وده هنتكلم فيه في الفتره الجايه. انا في ظل الوضع الاقتصادي انا اقدر اروح معرض الكتاب هعمل ايه في ظل ارتفاع الاسعار الموجود وميزانيتي؟ فاختيار شخصيه المعرض بيكون رساله بيقدمها المعرض لجمهوره، وتعريف برواد الثقافة المصرية ورموز الثقافة المصرية الكبار. يعني ده كان سبب الاختيار الرئيسي. قبل كده كان جمال حمدان كشخصية معرض، كان الإمام محمد عبده من حوالي 3-4 سنين، فالسنة دي كان الاختيار لشاعرنا الكبير ومبدعنا صلاح جاهين. اختيار موفق طبعا جدا، وده يعتبر بيمثل تكريم يعني هو تكريم للمعرض صدقيني. طبعا يعني انا في وجهة نظري ان صلاح جاهين يعني كرم كل الناس. يعني من وجهه نظر حضرتك مين يستحق بقى اللقب السنه؟ والله احنا عندنا مبدعين كبار، انا كان نفسي عبد الرحمن بدوي الاستاذ الفلسفه الكبير، عندنا كتاب يعني كتاب كبار الشاعر محمد عفيفي بطل، عندنا مصر مليانه بمبدعينها وبرموزها في الفكر وفي الثقافه، ففي رموز كتيره جدا. لكن خلينا نقول ان نفسي ان دوله ضيف الشرف في الفتره الجايه تكون دوله اوروبيه، يعني المره دي دوله عربيه سنة أفريقية مثلا، بس نفسي يكون دولة أوروبية علشان العلاقات الثقافية المصرية الأوروبية. السنة اللي فاتت كان اليونان بالمناسبة، السنة دي الأردن، والمملكة الأردنية بالمناسبة مقدمة برنامج مهم جدا على مستوى الأطفال والبرنامج الفكري، وعلى مستوى على أكثر من مستوى. يعني المعرض السنة دي عنده تحديات مختلفة عن كل سنة، ألا وهي أنه صناعة الكتب أو تكلفة الكتب نفسها غليت شوية، هل ده يأثر على المعرض، على سعر الكتب، على اللي بيشتري الكتاب؟ هو طبعا انا حتى كناقد متخصص واستاذ في الجامعه بيبقى عندي مشكله فعلا، حتى وانا يعني بمرتبي ودخلي، واحنا بنتكلم على وضع اقتصادي مأزوم في العالم كله مش بس في مصر، على ان سعر الكتاب، ان النهارده لو عندي كتاب ب 300-400 جنيه وانا دخلي 5-6000 جنيه، طب انا هقص من دخلي علشان اشتري الكتاب. ولذلك انا عايز افرق بين مستويين من مستويات زوار المعرض، عشان بس الناس وهي بتتحرك تبقى عارف. هم صراحة ثلاث مستويات. في مستوى اللي هو بيتفسح، يعني رايح بيعمل جولة، وده مهم جدا، لأن حقيقة إن حتى فكرة الفسحة الثقافية دي فكرة مهمة جدا طبعا. ما أنا ممكن أروح أخد ولادي وأروح مثلا مسرح البالون، أو أخدهم جنينة الحيوانات، أو أخدهم قلعة صلاح الدين أو مسجد محمد علي والمنطقة دي، ده جزء من السياحة الثقافية لازم يكون موجود في الأسرة المصرية، يبقوا عارفينه كويس. صحيح. إنما في عندي مستويين من مستويات زوار المعرض أو القارئ. أنا بحب جملة لأستاذنا الكبير ميمي الشربيني، كان بيقولها على كان عماد متعب قلت عليه كده في وأنا إحنا بنسميه شاعر المعلقين. كان بيقول عماد متعب يودع مرحلة المراهقة الكروية ويوقع عقدا مع الاحتراف. كويس. فأنا عندي مستويين في القراءة، هاوي ومحترف. المحترف اللي هو المتخصص، اللي هو مثلا حد بيعمل ماجستير في الاعلام، اعلام الرياضي مثلا، بيعمل دكتوراه في الطب، في الجراحه، في غيره، بيعمل حاجه في الاقتصاد، ده المحترف. المحترف قبل ما بيتحرك للمعرض بيكون عنده قائمه مراجعه، دور النشر اللي بيخش على المنصه برضه عشان يعرف الاسعار لو هيتحرك فيها طبعا. دي نقطه. وعندي مستوى الهاوي. الهاوي بيقع في مشكله بسيطه جدا، ان هو اولا لما بيروح المعرض بيدور على الكتب المشهوره. مظبوط. الحيره وكان والمفترض دي ثقافه لازم نتجاوزها بقى، لان القضيه في القراءه ليست قضيه الشهره، القضيه في القراءه قضيه الافضل. هقول لحضرتك شوية. وجهه النظر بتبقى ايه؟ يعني احنا بنبقى عايزين اولا ما بقاش في خلق ولا روح ان احنا نقعد نجرب كتب، فاللي بيحصل ان احنا بناخد اقتراحات من الناس اللي قرت ده حلو مين بيخش على مواقع جودريدز او جروبات او غيره، بتبقى رايح عايز تعرف ده كتاب حلو جدا، الريفيوز بتاعته او التعليقات بتاعته كويسه، فانا عايز اقراه. كويس. انا في ظل الوضع الاقتصادي بنصح الناس كلها المحترفين واللي هو انه يتحرك الاول على مكتبات سور الأزبكية، وهي موجودة في معرض الكتاب أكثر من 50 مكتبة مشاركة في المعرض، ودول
مش زي ما احنا فاكرين انا هروح ادور في اكوام الكتب، لا خالص، انت بتروح صاحب دار المكتبه بتقول له انت عندك كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي، عندك كتاب الدكتور جمال حمدان كذا، هيقول لك اه. هلاقي اولا بغيتي لو انا عندي قائمه الحاجات اللي انا عايزها هلاقيها موجوده في السور الازبكيه بسعر مخفض. اثنين، اجنحه المصريه، وزاره الثقافه المصريه، وتحديدا انا عايز انصح الناس ان المركز القومي للطفل بيعمل كتب للاطفال، وهيئه الكتاب بتعمل كتب الاطفال، وقصور الثقافه بتعمل كتب الاطفال. الكتب دي متنوعه ما بين قصص مصوره، كتب تلوين، كتب اللي هي بازل بتتجمع. يعني هلاقي كتاب نازل في كرتونه كده هيئه الكتاب بتطلعه، بازل للاطفال من سن، ومكتوب عليه السن من سن، من سن سنتين لسن 5 سنوات 3 سنوات. هلاقي كتاب مثلا العلبه دي ب 60 جنيه دي لو رحت دار نشر خاصه، مع تقديري لجهود دور النشر الخاصه في الكتب دي مش هتقل عن 400 جنيه. دي حقيقه. فأنا الأول أتحرك على قطاعات الحكومية اللي بتنتج كتب في المجالات المتخصصة. هلاقي كتب للأطفال، هلاقي كتب موسوعات، هلاقي كل ده فين؟ في وزارة الثقافة. ليها كام جناح الوزارة؟ ليها الهيئة عمل قصور الثقافة، الهيئة عمل الكتاب طبعا اللي بتنظم المعرض، قصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، معظم الروايات المترجمة اللي نازلة، كتب سلسلة الجوائز وكتب وغيرها، ناس واخدين نوبل وغيره. أقدر أنا إن أنا أنفتح بس على الثقافة، ما بقاش مربوط ب ان انا رايح اشتري كتاب الكاتب شوكة المصري. اه ده بيقولوا ترند، بيقولوا مشهور. عايز حضرتك تقول للناس اللي بتتفرج ازاي كل واحد يعرف يجيب الكتاب المناسب ليه، لو حد بيهتم بالرياضه بالفن بكذا بكذا، ازاي انا اقدر اروح اختار الكتاب المناسب ليا عشان ما يبقاش ليا تجربه سيئه مع الكتب واقول لا ده انا جبت كتاب وما طلعش حلو فمش هقرا تاني. هو مبدئيا الكتاب الجيد هو الكتاب اللي بيحقق حاجتين، ان هو بيحقق اهتماماتي الاول. يعني انا عندي ابني هو موجود بره هنا في السعوديه، لما جه بيروح معرض الكتاب فباخده على دار نشر بتاع حد صديقنا اسمه شريف بكر يعني. فبروحه دار ليه؟ لان بينزل كتب في الكوره، فهلاقي كتاب سيره ذاتيه بتاع محمد صلاح، هلاقي كتب عن الفيفا، هلاقي كتب عن مثلا يعني اسم دار العربي، يعني دار من المشاركين في المعرض، لان كمان شريف عضو اللجنه معانا، لجنه النشاط المهني في معرض الكتاب. فبروح انا عايز اروح اختار كتاب. انا لما جيت هو لقيته بيحب الكوره، فرحت جاي واخده موديه على الاهتمامات. طيب هو بيحب الكوره كمتفرج، عايز يعرف تاريخ الفيفا، اللي يظهر في كتاب نازل عن فساد الفيفا مثلا يعني، تلاقي وكتاب مترجم اجنبي، أسرار التي لا يعلمها أحد، تاريخ كرة القدم في العالم، كتاب مؤمن محمد الدوري المصري، مؤمن محمد واحد من الأهلوية اللي يعني المجانين، فليه كتاب نازل عن الأهلي. سؤال، في معلومات عندي على الفيسبوك في بوستات كتيرة جدا مغلوطة حتى عن نادي الأهلي أو كذا، يقول لك لا أصل حصل، أصل مش واخد بالك الأهلي ما جه النادي الإسماعيلي مش عارف يعمل إيه، فالأهلي رفض. مؤمن محمد مفند في الكتاب بتاعه هذه الامور، وحقيقه الكتاب هو الحامل او الاقدر بحمل الحقيقه، مش ان انا الاقي بوست على الفيسبوك او منشور فارجع عليه علشان اقعد اقول ده دي معلومه صحيحه. دي نقطه. فاول حاجه الكتاب يكون موافق اهتماماتي. تاني حاجه الكاتب ده يكون، انا هرجع زي ما تقول الاستاذه لفكره الريفيوهات اللي موجوده او المراجعات بتعمل على الكتب. في كاتب في مجاله، يعني هروح اقرا في التاريخ فهلاقي شفيق غربال، اقرا في التاريخ هلاقي الدكتور محمد عفيفي، هقرا في التاريخ يبقى اجيب مؤرخ مصري مثلا زي يونان لبيب زي كذا، اعرف الاول اعلام التاريخ المصري مين، اعلام المؤلفين زي ما بيقولوا. انا راجل متخصص في النقد الادبي، فبروح على دور النشر العربيه، المؤسسه الجامعيه، اتحاد الكتاب السوريين، الكتب الجامعيه وغيرها، علشان الاقي اهتماماتي. يبقى اذا انا لازم الكتاب يكون اولا بيوافق اهتماماتي، ثانيا يكون الكاتب بتاعه له ثقل في هذا الامر. طيب والروايات والبيست سيلر وغيره، انا بحب الروايات، اوكي ما عنديش مانع انك تقرا لاحمد مراد واحمد خالد توفيق وغيره وغيره، لكن ما تدور شويه على نجيب محفوظ، دور فينا بس في ناس الحاجات دي صعبه عليها برضو، ما تروح شويه ليحيى الطاهر عبد الله، ما تروحش يعني مش كل الناس. في ناس صعبه عليها، بحس ان الثقافه طريقها عامل زي الرياضه شبه بعض. يعني انت ما ينفعش تروح تلعب في ليفربول بالظبط، لازم تاخدها خطوات الا خطوات. طبعا محمد صلاح خطوه لازم تاخدها خطوات، يعني لازم يكون في، لا لازم كمان ان انا لما عاوز اتابع او اتعلم خطط بفترض يعني انا كده هروح اتفرج على جوارديولا بيعمل ايه، على الخطه للتغيير مثلا، يعني بيغير ازاي التشكيل. عايز اتفرج على حاجه ثقيله فاروح نجيب محفوظ، لان الروايه
يعني ده العميد بتاع الروايه العربيه. فلو انت رحت لنجيب محفوظ وانت رايح سور الازبكيه وجبت الروايه بتاعته ب 10 جنيه او ب 15 جنيه، صدقني هترجع تقرا ميرامار ولا قصر الشوق ولا تاخدها هترجع تلاقي مستوى. الحلقه عن دور الانديه، دور الانديه بقى، دور الانديه ودور تحديدا كمان نادي الاهلي في انه بيضيف للمجتمع برضه، بيهتم بالجزء الثقافي. انا كان يعني ليا الشرف ان انا كنت حضرت افتتاح المعرض النادي الاهلي اللي اتعمل اظن في شهر 7 اللي فات. وصراحه كان تعاون كبير جدا من اللجنه الثقافيه، خلينا نقول طبعا الكابتن محمود الخطيب وليه كل التحيه والتقدير، يعني رمز مصر كبير يعني. لكن كمان دور اللجنه الثقافيه برئاسه المخرج المبدع الفنان الكبير الدكتور خالد جلال وعضويه باسم صادق وغيرهم، المجموعه اللي هم حوالي حاجه و20 واحد اللي هم اعضاء اللجنه الثقافيه للنادي الاهلي. اما النادي الاهلي بيمنح ارض طبعا، ده الدكتور هيثم الحاج علي والدكتور ايناس عبد الدايم ربنا يديها الصحه، وفي اثناء افتتاح المعرض وانا كنت موجود، بس كنت مستني الخطيب عشان اتصور معاه. انا موجود وراه مع اولادي. فطبعا النادي الاهلي لما يدي ارض في مساحه زي دي، مساحه وعندنا برضو دكتور احمد بهيه موجوده في الرئيس الحالي، انه يدي مساحه كبيره زي دي ويخصص اسبوع 10 ايام للناشرين المصريين والعرب علشان يعرضوا كتبهم داخل النادي، دي مش بس خدمه لاعضاء النادي ومش بس خدمه للناشرين، حقيقه دي خدمه للثقافه المصريه. ان هو بيقول ان الثقافه، ان الرياضه، يعني دي رساله بيقدمها النادي الاهلي، ان الرياضه لا تنفصل باي حال من الاحوال، ان الرياضه ليست فقط للابدان وانما العقول زي ما حضرتك قلتي فيه وبتكلموا في المقدمه بالزبط. قبل ما ادخل عليكم الاستوديو، ان في جزء مهم جدا ان الثقافه دي شيء مهم، الثقافه دي يعني حتى الرياضه بالمناسبه ثقافه واقتصاد واستثمار دلوقتي. فكان عندنا 24 ناشر، الارض اتاخدت باسعار رمزيه جدا، الناشرين طبعا فخورين بالتجربه وكانوا سعداء والنتائج كانت عاليه بالمناسبه، ولذلك كانوا بيتكلموا ان هيتم عمل في الثلاث فروع، فرع زايد وفرع مدينه نصر، عمل معارض. لو كل نادي في مصر، لو احنا عدينا النوادي اللي في مصر بمقراتها قدروا يعملوا معرض كتاب، تخيلوا ممكن يبقى عندنا في السنه الواحده احنا 12 شهر، لو عندنا 24 نادي يبقى كل نادي هيعمل معرضين كل شهر. دي حقيقة. فمعنى المعرضين، معنى بنتكلم في النادي بيخدم كام ألف عضو للنادي، وكنت بتمنى أن يكون في مكان كمان يقدر، بس طبعا كان صعوبة جدا تنفيذه، أن يقدر يتفتح بابه للجمهور، يعني يبقى فيه باب لغير أعضاء النادي، لكن كان هيبقى التأمين والدخول لا صعب، هيبقى صعب جدا. لكن في الانشاءات هو ده اهم حاجه، انه اعضاء النادي اللي خروجتهم كل يوم النادي من امهات واطفال وشباب، ان هم يقروا كتب، ان هم معديين رايحين يشتروا فرايز، هيبصوا هيبصوا كده ايه ده، طب ما اشتري. بالمناسبه لما بيكون في ماتشات واحنا في المعرض، في اثناء ماتشات المعرض بنحط الشاشات كبيره جدا، فبيبقى في ماتشات كنا بننقل الندوات الثقافيه ما بتبقاش موجوده داخل اثناء مده الماتش، يعني علشان ما فيش انفصال ابدا بين الرياضه وبين الثقافه، بالعكس الثقافه والرياضه، يعني لا ثقافه بلا رياضه ولا رياضه بلا ثقافه. كان عندي طبعا كان معانا عضو في اللجنه العليا للمعرض، هو كابتن اهلي كبير برضو الكابتن محمد فضل، كان عضو في اللجنه الثقافيه للمعرض، وبصراحه قدم نشاطه. طبعا استضفنا الكابتن محمود الخطيب في المعرض في ندوه مهمه جدا من حوالي اظن الدوره 49، وكان رغم ظروفه الصحيه طبعا كان منورنا. فالدور الانديه في دعم الثقافه مهم جدا. كمان اللجنه الثقافيه للاهلي عامله نشاط مسرحي، عامله نشاط فكري، عامله مناقشات كتب، عامله عروض. انا كنت قاعد مع الاستاذ باسم صادق وبيحكي لي على البرنامج الثقافي للنادي الاهلي اللي عملوه لمده عام كامل. دي دعوة لكل الأندية المصرية، مش بس أندية الدرجة الأولى والدرجة الثانية والوزارة الشباب، إن داخل أسوار الأندية حتى الأندية ومراكز الشباب اللي في القرى أن يكون فيها معارض كتب ولو جزئية حتى الناشرين المحافظة، ويكون فيها أنشطة، لأن الشباب لما يروح يقرأ كتاب، يسمع ندوة، يتفرج على فيلم بتحليله، مش بس السينما فقط، أنا بتفرج، ما بتفرج على السينما على الموبايل وعلى التلفزيون، لكن كمان يكون في مناقشات، لأن بالفعل الثقافة توسعت توسع كبير جدا وبقت أكبر من مجرد فكرة نطلع وأقرأ كتاب. بالظبط يا دكتور، إحنا نتمنى إن الشباب كلها يروحوا لموضوع الكتب دي، لأن فعلا قد إيه الكتب دي مهمة جدا. إحنا بنشكرك، للأسف يعني فقرتنا خلصت، بس عايزين حضرتك توجه بقى رسالة للشباب دلوقتي وتقول لهم إيه وتنصحهم يا ريت
تبعدوا برضو عن القرايه الالكترونيه. انا عايز انصح الشباب واقول لهم في ظل الوضع الاقتصادي لو انت مش قادر كونوا مجموعات بينكم وبين بعض. انا بحب اقرا روايه، انت بتحب تقرا شعر، صاحبنا التالت بيحب يقرا قصه قصيره، الرابع بيحب يقرا كذا. نعمل لو كل واحد راح جاب كتاب او كتابين من المعرض صدقوني ارخص او اثمن سلعه ثمنها رخيص هي الكتاب وهي المعرفه. مزبط. اعملوا ده علشان نعدي الازمه وان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها يكون الوضع افضل ويكون العالم اكثر سلامه. بنشكر حضرتك جدا جدا، نورتنا وبتمنى لك كل التوفيق. خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقتنا، استنونا.